في عام 1344 للهجرة، كانت المدينة على موعد مع بزوغ فجر جديد بوصول راية توحيد المملكة التي حملها الملك عبد العزيز إلى أبوابها، لتبدأ صفحة جديدة في تاريخ المدينة المنورة كان الاستقرار والنمو هما العنوان الأبرز فيها. كان للمدينة في فؤاد الملك المؤسس مكانة ومكان، لذا بعد زيارته الأولى لها واستقبال الأهالي والقبائل المجاورة له بالبشر والترحاب، أعطى الملك عبد العزيز رحمه الله توجيهاته ببدء التوسعة السعودية الأولى للمسجد النبوي الشريف. منذ ذلك الحين شهدت المدينة طفرة عمرانية كبيرة، وحظي المسجد النبوي الشريف بعناية خاصة. فبعد التوسعة الأولى التي شارك في تشييدها الملك عبد العزيز والملك سعود من بعده رحمهما الله، جاءت التوسعة الثانية التي شارك فيها الملك فيصل والملك خالد رحمهما الله، بإضافة الساحات والمظلات الغربية للمسجد الشريف. تلا ذلك التوسعة الكبرى في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله، والتي ضاعفت مساحة المسجد عشرات المرات لتصل الطاقة الاستيعابية للمسجد وساحاته الغراء إلى 1,000,000 مصلي. أما التوسعة الثالثة فبدأها الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله في الجهة الشرقية للمسجد النبوي بمساحة تزيد على 30,000 متر مربع، ويستكمل البناء بهاءه اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.